اتفضل. ايه ده كله بس يا أنسة؟ حضرتك من ساعة ما وصلت المكتب خلصت 5 فناجين قهوة، والسواق أكيد لي إنك ما حطيتش لقمة واحدة في بقك. يا ريت بقى حضرتك ما تكسفنيش وتقبل عزومتي على الفطار. أنا متشكر جدا يا أنسة على اهتمامك ده. ميرسي. طبعا حضرتك دلوقتي عايزني أطلع بره المكتب، صح؟ أنا مش طالعة لغاية ما تخلص الساندوتشات والعصير، عشان قدامك نص ساعة وعندك جلسة في مجلس الشعب. ما اعتقدش ان انا مهيئ نفسيا ان احضر جلسه من هذا النوع. خلاص زي ما حضرتك تحب. على فكره مكتب حضرتك في مينيا القمح بعت مجموعه من الشكاوي بتاعت اهل البلد، تحب افرسها واجيبها لحضرتك؟ لا من فضلك مش دلوقتي، خليها عندك، بس يا ريت تفكريني بيها قبل الجلسه الجايه ان شاء الله.